التصريف الثاني، وهي في الواقع التصريف الثالث وليس الثاني، لسبب بسيط. انه هناك قاعدة تقول بأن واز وير لا تتبع مطلقا بالفعل الثاني. طب إذا هي لا تتبع مطلقا بالفعل الثاني، إذا تلقائيا بدها تكون ميد هي التصريف الثالث. إذا عرفنا هذه القاعدة، يعني أن الذي جاء بعد واز أو وير يعني شكله شكل التصريف الثاني، لكن هي لا تتبع بالتصريف الثاني، إذا حتما بده يكون هو التصريف الثالث. إذا خلينا نلخص باختصار أنه was were لا تتبع بالتصريف الثاني مطلقا، وأي فعل بكون شكله شكل التصريف الثاني بكونش الثاني وإنما هو الثالث، زي made make made made. إذا هو made اللي منشوفها بتكون التصريف الثالث وليس التصريف الثاني. طيب السؤال الآتي نجاوب عليه، متى تتبع was were بالتصريف الثالث؟ إذا عرفنا أنه بعد was were لازم يكون في تصريف ثالث، لكن متى نستخدم التصريف الثالث بعد was أو were؟ الجواب بكون في المبني للمجهول اللي هو بنسميه passive voice. يعني عندما أقول this car was made in Japan، نفهم أنه شيئين، يعني أول شيء was تبعت بميد وهي التصريف الثالث وليس التصريف الثاني، ونفهم أيضا أن الجملة مبني للمجهول وليس للمعلوم، أي بمعنى صنعت في اليابان، يعني مين اللي صنعها مجهول لدينا، مش معروف، اللي هو بنسميه بالعربي مبني للمجهول. إذا حتى ألخص أيضا أقول أنه was were تتبع بالتصريف الثالث في حالة المبني للمجهول. في سؤال آخر عند أم حكيم بيقول متى إذا جاء الفعل في التصريف الثاني ولم يسبق بواز أو وير يكون في الماضي البسيط؟ طبعا إحنا في الماضي البسيط، هاي نقطة مهمة جدا، في الماضي البسيط يجب أن لا نستخدم قبل التصريف الثاني was aware. يعني بدي اعبر عن الماضي، بقول I called علي last night. معظم الطلاب بقول لك I was called علي، اذا قال I was called معناته اصبحت بسب، يعني انا يعني تكلم معي، واحد احكي معي مش انا حكيت. اذا انت بدك تقول انا حكيت مع علي بتقول I called وليس I was called. ايضا I drove my car yesterday. اذا بشكل مبسط نقول إذا بدنا نعبر عن الماضي، يعني زمن الماضي البسيط، نستخدم الفعل في التصريف الماضي بدون ما نستخدم was أو were. يعني I called علي، أنا اتصلت بعلي، و I drove my car، أنا سقت سيارتي، بكل بساطة دون إضافة was أو were قبلها. السؤال الرابع وردنا من الأخ ضويحي سعود، يقول فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويقول إخواني أبي شرح لبين شرح مفصل ودقيق جدا، ليش سموه تصريف ثالث وليش معناه تصريف ثالث، متى أستخدمه وكيف أستخدمه وليش أستخدمه؟ يعني ما شاء الله أكثر من سؤال في سؤال واحد، بس كما يبدو أنه بين يعني ملعوزة الأخ ضويحي والكثير من المشاهدين ومن يعني المتعلمين اللغة الإنجليزية. بين هي طبعا التصريف الثالث، ومتى نستخدمها في تفصيل في الموضوع، متى استخدم بين وغيرها، يعني زي spoken ودريفن، يعني التصريف الثالث. بس باختصار هو سموه التصريف الثالث تجاوزا، لانه بصرفوا الفعل مثلا درايف دروف دريفن، فبيجي تصريفه ثالث بسموه التصريف الثالث. لكن هو باللغة الانجليزية بسموه past participle، وpast participle هي معناها اسم مفعول. كيف اسم مفعول؟ يعني على وزن مفعول. يعني خليني أعطيك مثال، مثلا بريك يكسر، بروك كسرة، بروكن مكسور، على وزن مفعول. طيب متى أستخدم التصريف الثالث؟ له استخدامات عديدة، لكن أنا رايح أحكي بالإجابة التفصيلية عن ثلاث
استخدامات رئيسية. خلينا ننتقل للإجابة التفصيلية ونشوف متى نستخدم التصريف الثالث وليش سموه التصريف الثالث وكيف نستخدمه في الحالات الثلاث. في اللغة العربية أخ ضويحي في عنا احنا تصريف مصرف، منقول كسر يكسر فهو مكسور، قتل يقتل فهو مقتول، سكن يسكن فهو مسكون. يعني نبدأ بالفعل الماضي، هم بصرفوا بس بيبدوا بالفعل المضارع. بقول لك بريك بروك بروكن، يعني يكسر كسر مكسور، بيبدو بالشكل هذا. فترتيبه جاي في التصريف هذا جاي الثالث، يعني هذا بريك هو الأول، بروك الثاني، بروكن الثالث، عشان هيك بسموه التصريف الثالث. لكن هو طبعا مش معناه التصريف الثالث، لا، هو له معنى وهو بسموه اسم المفعول، يعني past participle. يعني past participle معناها بالإنجليزي اسم مفعول. يعني كيف مفعول؟ يعني على وزن مفعول. يعني مثلا خذ بريك يكسر، بروك كسره، بروكن مكسور على وزن مفعول. يعني هذا معناه التصريف الثالث او الباست بارتيسيبل. اذا معناه باختصار اسم مفعول، يعني على وزن مفعول. الان متى استخدم التصريف الثالث؟ في له اكثر من استخدام، احنا نلخص الاستخدامات الثلاثه المهمه. الاستخدام الاول يستخدم كصفه، يعني لما اقول the window is broken، broken طبعا هنا التصريف الثالث وتستخدم كصفة. يعني لو بدي اقول الشباك مكسور، انا بوصف الشباك، صف الشباك، الشباك مكسور. الشباك مكسور يعني عوزن مفعول وليس كاسر. اذا يستخدم التصريف الثالث كصفة. the man is killed، الرجل مقتول، يعني وليس قاتل. اذا اول شيء يستخدم التصريف الثالث كصفة كما رأينا في broken و killed. الاستخدام الثاني لاسم المفعول هو في زمن في الزمن التام، يعني perfect، يعني present perfect أو past perfect. لاحظ I have done my homework، وين التصريف الثالث؟ done. وين الفعل؟ الفعل have done. إذن هو جزء من الفعل، يأتي دائما في الزمن التام، هذا present perfect، جزء منه التصريف الثالث اللي هي done. خذ مثال آخر، he has driven his car very fast. لاحظ أيضا في أن driven هي جزء من الفعل has driven. إذن has و have تبعت بالتصريف الثالث في حالة perfect. إذن هذا هو الاستخدام الثاني ل التصريف الثالث، وهو في الزمن التام، يعني بعد have وبعد has وأيضا بعد had، لأنه had تتبع بتصريف ثالث في الزمن الماضي التام. الاستخدام الثالث للتصريف الثالث هو في حالة المبني للمجهول. يعني كيف مبني المجهول؟ عندنا الverb to be، يعني زي is, am, are, was, were, be, been, being، كل هاي تتبع بتصريف ثالث. يعني English is spoken، لاحظ الفعل is يتبع بتصريف ثالث، وبالتالي بنعتبر هاي الجملة بسف. يعني باختصار انه في المبني المجهول ممكن نستخدم التصريف الثالث. ومبني المجهول طبعا يعني يطول الحديث حوله، لكن باختصار الverbs to be زي am, is, are, was, were، be, been, being تتبع بتصريف ثالث في حالة المبني للمجهول. إذا خلينا ألخص الثلاث استخدامات للتصريف الثالث. أول شيء يستخدم كصفة، ثاني شيء يستخدم مع الزمن الperfect يعني التام present perfect أو past perfect، والاستخدام الثالث في حالة المبني للمجهول اللي هو مسميه passive voice.